شكرا. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، ويوم جديد وشكر جديد لنموذج إيجابي جديد. لازم أفكركم أن برنامجنا بيشاور على النماذج الإيجابية اللي بتشتغل رغم الظروف الصعبة اللي بتمر بيها، مرض وتعب. شفنا في حلقاتنا اللي فاتت ناس تعبانة وناس مريضة وناس متعرضة لظروف صعبة جدا ومع ذلك بتشتغل، والظروف اللي بنمر بيها الفترة دي محتاجة مننا إيجابية أكتر ونشتغل أكتر عشان نبقى أقوى ونبقى أجمد. هنروح دلوقتي اسكندرية هنشوف محمد بيبيع فريسكا، ولد مكافح قوي مسؤول عن أسرة كاملة بيفضلهم عن نفسه، وراحت له الجايزة الحقيقة في الوقت المناسب. نروح نشوف محمد هو بيعمل فريسكا، وأول مرة هنتفرج على الفريسكا وهي بتتعمل. نروح ونرجع تاني. صوت كتير بنسمعه على البلاج هو جزء من معالم اسكندرية. مين منا ما كلش فريسكا على البحر؟ لكن حد فينا فكر ليه محمود اشتغل بياع فريسكا؟ انا حابب شغلة الفريسكا. انت طلعت لقيت عيلتي كلها بتاعت فريسكا. الموضوع مش مجرد حب لشغلانة بيع الفريسكا، احتياج طفل صغير ممكن يفرض عليه انه يكون راجل من بدري يشتغل ويساعد في مصاريف عيلته. انا من صغري عايزة من عنه. انا اشتغلت من وانا عندي 7 سنين، ما حدش بيصرف علي، انا اللي بصرف على نفسي، وليا 6 اخوات، ليا 3 بنات بردك، انا واخواتي الاثنين ساعدنا بابا بردك على جوازهم. محمد مش مجرد بياع فريسكا، ده كمان هو اللي بيعملها بنفسه علشان يطمن انها تكون نظيفة ولذيذة. واخيرا محمد افتكر ان ليه احلام، عايز افتح بيت، عايز يبقى ليا عيال بردك. فودافون قالت لمحمد شكرا علشان يفضل زي محمد كتير بيحبوا شغلهم واسرتهم وعايشين حياتهم بقناعة. الحمد لله جم في وقتهم، الف شكر ليك يا رب. طول ما في شباب زي محمد الامل في بكرة موجود. لما الواحد بيقول يا رب ربنا بيكرمه وبيرضيني اخر النهار. شفتوا محمد عامل ازاي؟ ولد جميل وزي القمر وعايش في وسط عيلته ومسؤول عنهم وبيساعد والده ووالدته واخواته، وقدر يحقق اللي نفسهم فيه الى حد ما. وشفتوا الفريسكا بتتعمل ازاي؟ بشكرك يا محمد ونقول لك الف الف شكر. شكرا يا محمد. شهر رمضان السنه دي ناويين ما يكونش عادي ويمر كده وخلاص، عاوزين نقول في هذا الشهر الكم واحد شكرا 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 شكرا. شهر رمضان السنة دي ناويين ما يكونش عادي ويمر كده وخلاص، عاوزين نقول في هذا الشهر الكم واحد شكرا 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 شكرا. النهاردة الكاميرا الصيادة بتاعتنا كانت ماشية في شوارع القاهرة واصطادت مجموعة بيعملوا عمل إيجابي جدا جدا جدا، عمل المجموعة دي ما نقدرش نستغنى عنهم، لأن لو استغنينا عنهم الدنيا تبوظ. احنا رايحين نتفرج على مجموعة من عمال النظافة، بس احنا كمان لازم نساعدهم علشان يأدوا عملهم بشكل جيد. يعني مش مفروض ان احنا نرمي الزبالة في الشارع من أطوارة كده، لازم الزبالة يكون لها مكانها اللي بيتحط فيها علشان ينجزوا عملهم بسرعة وبدقة وبإتقان. نروح نشوفهم بيعملوا ايه ونرجع تاني. مجموعة ما نقدرش نستغنى عنها بإيديها بتتحول الأماكن من حال لحال، عمال النظافة في مصر. بقالي 12 سنة شغال عامل نظافة وفخور بنفسي ان انا زبال، بشتغل من الصبح من الساعة 6 لغاية حوالي الساعة 12 الظهر.
وارجع اريح وبمسك من 2 لـ7 المغرب. بجمع جميع الزبالة من الناس من بيوت او شوارع، وبتحمل ظروفي علشان ان انا اكل اولادي واعيش اولادي وافتخر بيهم ان انا مربيهم على تربية حلال. ده انا الناس دي صعبان عليا قوي انها شغالة في رمضان وهي صايمة، فعشان كده انا بنزل من عربيتي واساعدهم. ورغم صعوبة الشغلانة الا ان في ناس كتير مش مقدرة اللي بيشتغلوها. الصندوق بيبقى مليان او فاضي، يرجعوا يدلقوا الزبالة في الارض. سمحت شتيمة، يعني شتيمة ملهاش اول ولا اخر. وبستحمل عشان اكل عيشي اربي عيالي. الناس دي هتحس بقيمتنا لو احنا غبنا اسبوع واحد عن البلد دي. وعلشان كل ده جينا النهارده قلنا لهم شكرا. انا بشكركم جدا ان كنتوا كرمتونا على تعبنا وشغلنا في رمضان واحنا شغالين وفاضل ساعه على المغرب، وقدرتونا تقدير جامد. قالوا اول مره حد يعملها من يجي 50 سنه. ده واجبنا من ناحيتكم ان احنا نقول لكم شكرا قبل انتم ما تقولوا لنا شكرا. الف شكر يا جماعه، الحقيقه عمل تقدروا عليه جدا جدا. وانا بقول يا جماعه لازم ناخد بالنا من الشريحه دي من الناس. الناس دي بتتعب جدا جدا وبتشوف حاجات متعبه وشغلانه متعبه، ولازم الادوات اللي بيستخدموها تبقى متطوره عن كده شويه، ما يبقاش المواضيع زي ما احنا شفنا كده حاجات بدائيه قوي، لازم يكون مواضيع احسن من كده. وبناشد الناس اصحاب المحلات واصحاب البيوت، يا جماعة الزبالة تتلم وتتقفل كويس وتتحط في مكان مظبوط، ما تبقاش مرمية ومبدورة في الشارع كده علشان الناس تعرف تشتغل. بنشكركم وشكرا ألف ألف شكر لجماعة عمال النظافة. الفطار النهاردة لا هيبقى في الشارع ولا هيبقى على ترابيزة في مطعم ولا هيبقى جوه كشك ولا في أي حتة من الحتت دي. النهاردة الفطار هيكون في البحر في وسط المركب، ناس عايشة جوه المركب طول عمرها، ما بتخرجش بره على الشارع أبدا، ما بتشوفش الشارع، عايشين صيف شتاء وبيمروا بظروف صعبة جدا. عيلة كاملة بتقعد تاكل وتنام وتصطاد في مكانها. نروح نشوفهم بيعملوا ايه ونرجع تاني. واحنا ماشيين رايحين ندور على سعيد الحظ اللي هنفطر معاه، لقينا اشرف في المكان اللي بيقضي فيه هو واسرته كل وقتهم. بقالي 10 سنين عايشه جوه المركب. تربيت واشتغلت وكافحت واتجوزت وعشت برضه في نفس المكان، برضه هو في المركب برضه. اشرف سعيد بشغلته وراضي بيها. والحمد لله وعيشه حلوه، احنا بنحمد ربنا عليها يعني، الحمد لله ربنا بيكرمنا. يوم نجيب فول، يوم ناكل لحمه، يوم كده يوم كده، يعني مستوره يعني الحمد لله. شايلين وبنكافح كل حاجه، بس ربنا بيرضينا برده. ولحظه الفطار برده اشرف ما خرجش هو واسرته من المركب، بيفطر في نفس المكان اللي احنا جينا فيه علشان نقول له شكرا. لا ما كنتش متوقعه بصراحه. في الزمن ده سام حد بيقول لحد شكرا ويديله 2000 جنيه. شكرا لأشرف وشكرا لمرات أشرف، ناس عايشين في عالم تاني خالص، عالم خاص بيهم، حياتهم مركب ونيل وسمك وبس، وكافيين خيرهم شرهم وعايشين في أمان وعندهم حالة رضا عظيمة. الرضا ثم الرضا ثم الرضا ثم فاصل. ودلوقتي معادنا مع الفقرة الرابعة والأخيرة اللي هي فقرة الجائزة الكبيرة 30,000 جنيه. بس قبل ما نتكلم عنها بنفكركم بأن في حد النهاردة فاز بجائزة تصويت اللي قدرها 2000 جنيه عن طريق الاس ام اس وعن طريق أرقام 0100-36-38 و0100-48-48. واللي فاز بالجائزة عبد المنعم إبراهيم. عبد المنعم إبراهيم بنقول لك شكرا وبنقول لك ألف مبروك. امبارح كنا اعلنا عن اللي فاز بالجائزة الكبيرة اللي قدرها 30,000 جنيه، هي ياسمين. بنقول لك الف مبروك يا ياسمين، وبنفكركم ان ياسمين هي اللي كانت بتعمل عمل تطوعي، واول ما اعلنا عن فوزها بالجائزة
راح فريق العمل ياسمين في السيدة زينب علشان تستلم الجايزة. نروح نشوفها وهي بتفرح ونرجع تاني. في حلقة امبارح شريف منير اعلن ان اللي فازت ياسمين اللي كانت بتشكر ميرفت. بس يا ترى ازاي اتعرفت اصلا ياسمين على ميرفت؟ احنا عرفناها عن طريق منتدى عمرو خالد. انا طالبة في الجامعة وما كنتش اعرف طريق العمل الخيري ازاي، ودخلت فعلا ولقيتها مشاريعها جميلة وبسيطة وبأقل تكلفة انك ممكن تعمل ثواب وخير كتير. فانا احب اقولها من خلال برنامج شكرا شكرا بجد ان هي قدرت تخلينا نعمل الخير ده كله. وصلنا لأم البنات وكانت الفرحة واحنا هناك، وسألنا نفسنا هي ليه تسمت أم البنات؟ عشان انا عندي بنات وعندي مجموعة بالبنات كتير قوي، مكونين فريق اسمه فريق أم البنات، فبحب اساعد الايتام. يعني هي فكره جات لي من زمان، الحمد لله رب العالمين قدرت ان انا اكون مجموعه من الفلوس واساعد كل الاطفال الايتام. الست ميرفت عملت خير كتير في حياتها وربنا عوضه لها في بناتها. انا بعتبرها اعظم ام في الدنيا، هي يعني كل حاجه معانا، مش كأم بس، كأم وكصاحبه وكأخت وككل حاجه. يعني بحس ان هي ام لكل الناس بتبطها وبتساعد كل الناس نفسيا واجتماعيا وكل، يعني تلاقي في اي حاجه هي معاهم. وجت لحظه تسليم الجائزه، الكل فرح، والست ميرفت قررت ان تخلي جزء منها برضو لربنا. ان شاء الله باذن الله هيبقى جزء الاعمال الخيريه اللي هي خاصه بتجهيز البنات والافطار الحاجات اللي جايه ان شاء الله في 10 ايام دول ان شاء الله، وجزء اللي هو قدرت ان انا احطه في تقديم شقه كده يبقى خير وبركه ان شاء الله. مبروك للبنات ومبروك لام البنات، الحياه تستاهلي كل خير والطيبه باينه عليكي جدا وباين على بناتك. بنشكرك الف الف شكر وربنا قدرك على فعل الخير دايما، انت تستاهلي كل خير انت وبناتك، ربنا يبارك لكم. معانا كان ثلاث ترشيحات امبارح للشكر، محمد وحنان ومصطفى، واللي فاز بالجائزه ال 30000 جنيه بعد ما الفوتينج بدا هو مصطفى. بنقول لك يا مصطفى الف الف مبروك. مصطفى ساكن في حته قريبه جدا جنبنا هنا في الحمام، لا مش الحمام اللي بره، الحمام اللي في الساحل الشمالي. يعني فريق العمل هيروح الساحل الشمالي علشان يسلم الجائزة للأستاذ مصطفى. بنقول لك ألف مبروك وبنقول لك شكرا، وبنقول لفريق العمل بجد انتوا جنود تستاهلوا كل خير، بنشكركم جدا برضو، بنقول لكم ألف ألف شكر. نتنقل بعد كده للثلاث قصص الجداد اللي هنتكلم عنهم، اللي بنصوت عن طريق الاس ام اس وعن طريق النمر اللي احنا عارفينها 0136638 و0148488. اول قصه، الحاجه منى بتشكر ابنها مديان وبتقول ان ابوه توفى وهو صغير ونزل الشغل وجهز اخته وجوزها. بس برضو نسمع منها ونقول الو يا حاجه منى. الو الو. ايوه يا حاجه منى. ايوه شكري. ازاي حضرتك؟ انا ام مادي. اهلا وسهلا. ام مادي انا ام الحاجه مون. اهلا وسهلا. اهلا بيه. انت بتشكري ابنك؟ نشكر ابني مازيان. ايوه. بعد ابوه ما توفى. ايوه. كان في التعليم وبيصرف علينا. ايوه. وبعد ما بقى يتعلم ويشتغل ويصرف علينا حبيبتي. ومخته انخطبت، هو اللي جوزتي وانا تعبان رجليا ورقبتي فيهم الغضروف وبيجينا كل اسبوع يوم واحد. ربنا يخليهولك يا ام مادين، وعقبال ما تجوزيه وتفرحي بيه ربنا يخليك يا ام مادين. نشوف بقى القصه الثانيه. نهى بتشكر اخوها احمد السيد لانه استطاع الحصول على ليسانس الاداب رغم ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه ومتفوق. ونسمع منها المكالمه ونقول لنهى الو يا نهى. الو يا استاذ شريف. ازي حضرتك؟ اهلا يا نهى. كل سنه وانت طيب وكل سنه وفودافون كلها طيبه. وحضرتك طيبه يا فندم. انا بشكر احمد اخويا جدا لانه قدر يتحدى كل الظروف الصعبه. هو معاق حركيا من هو عنده شهر. عنده شلل دماغي، ايديه اليمين ورجليه اليمين ما بيتحركوش تماما، وعنده صعوبه جدا في الكلام، لكن مع ذلك قدر ان هو يتعلم وقدر يذاكر وقدر انه يتحدى كل الناس وكل الدنيا وكل الظروف. وخدت ثانويه عامه في 98% وخدت ليسانس اداب السنه دي قسم تاريخ دفعه 2011. ويمكن كان اكبر تحدي كمان ان السنه دي قدر يدخل الامتحانات رغم وفاه بابا اللي كانت قبل الامتحان بالظبط ب 15 يوم. فانا بشكره وبقول له ربنا يخليك لينا ودايما رافع راسنا لفوق، وبشكره جدا على كل اللي عمله. ربنا يخليك يا نهى، وربنا ربنا يخليكي. صعوبات كتير قوي.
ربنا يخليكي ويخلي لك اخوكي، وهو مثال جيد جدا جدا. احنا بس بنثبت ان المصريين جدعان وجامدين ومفيش صعوبات بتقف قصادنا، ونقدر نحل اي حاجه مهما كانت الظروف. احمد معاق حركيا وعنده صعوبه في النطق، رغم كده الراجل جايب 98% في الثانويه العامه زي بالظبط، يعني انا جبت 98% طبعا طبعا، بس قعدت 4 سنين فيها مفيش مشكله، بس كان السبب الفن يعني مش مشكله. نروح للقصه الثالثه. القصة الثالثة، الدكتور محمد علاء الدين بيشكر أم علي وبيقول هي سيدة على قد حالها بتعيش في بدروم، وبالرغم من إن هي بقالها 30 سنة عايشة في الحي ده بتربي أبناء يتامى ومشردين جوه الحي، بس نسمع منه برضو. ألو يا دكتور. السلام عليكم، ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا دكتور علاء. طيبين، شكرا طيب للبرنامج والفودافون اللي بصراحه لمسه انسانيه جميله البرنامج ده. متشكرين، جزاكم الله كل خير. انا حضرتك بشكر ام علي دي، ودي نموذج لسيده مصريه بسيطه غلبانه من 30 سنه وهي فاتحه بيتها بتربي الايتام دون مقابل لوجه الله، رغم ان عندها اولادها هم، والشقه بسيطه جدا، اوضه قصيره مش مضرونه، في دور ارضي في مساكن الزاويه الحمراء. في صله قرابه بينك وبينها يا دكتور علاء؟ هقول لحضرتك حاجه، انا كنت بتابع حلقه انسانيه وهي دي مؤسسه، هرب من المؤسسه، هي اللي احتضنته وربته وقعد عندها لحد ما كبر واتجوز فتح ورشه وعنده اولاد. انا بشكرها نيابه عن كل الايتام اللي ربيتهم. ربنا يبارك لك. حاجه، الناس بتنفصل الاب الام في الحته عندها، والولد ما بيطيش يقعد مع ابوه او امه، بتحتضنه وتربيه لحد ما يكبر ويشتغل، وبقوا بدل ما اولاد شوارع مشردين بدون وجه الله. انا بشكرها النهارده وهي داخله على سن ال70، وبشكرها بنيابه عن كل الايتام اللي ربيتهم وكل الولاد اللي رميتهم الشوارع دول بدون اي مقابل، وهي عندها في سن ال70 حاليا، ويعني مريضه ووحيده. تمام تمام دكتور علاء، بنشكرك يا دكتور علاء، وبنشكرك على سعيك انك انت بتبرز نموذج ايجابي زي ام علي، وحقيقي احنا بنشكرها وربنا يبارك لكم. الحقيقه كل يوم الواحد بيشوف قصه، عدد من القصص والنماذج اللي بنشوفها في اول الحلقه، الواحد بيبقى فخور جدا. يعني انا فخور فعلا ان الناس دول مصريين، والناس دول احنا لو امكانياتنا كويسه وبنشتغل بجديه فعلا هنبقى احسن ناس في العالم كله. احب افكركم بالثلاث قصص. القصه الاولى، الحاجه منى بتشكر ابنها مديان اللي جوز اخته وبيشتغل، وكمان في القصه الثانيه بنشكر نهى بتشكر اخوها احمد السيد المعاق اللي حصل على ليسانس اداب دفعه 2011 رغم كل الصعوبات اللي واجهته، وبنشكر الدكتور محمد علاء انه شاور لنا على ام علي اللي بتربي الايتام دون مقابل. في الحقيقه لازم الثلاثه يكسبوا، لازم اشوف لكم حل، انا ماليش دعوه، لازم الثلاثه دول يكسبوا. عموما انا بشكركم وبشكر كل هذه النماذج الايجابيه، ونتمنى نكون ان احنا بنعمل خير بيوصل لمكانه وفي وقته، وبنقول لكم شكرا وتحيا مصر.